صباح الخير يا باشمهندس. اهلا يا عادل. تعالى يا عادل، عبد الله هيشتغل معانا في الامن من النهارده، عايز تاخده يعمل جوله كده في كومباوند وتعرفه ببيت السكان ويعرف بيت كل واحد فيهم. ماشي في عناية يا باشمهندس. وتوصل بيه عادل، ده جاي من طرف سيد بيه بشير. ها تمام يا باشا، يلا يا عبد. ان شاء الله يا فندم هكون عند حسن ظن حضرتك. انت لسه هتلوك. السلام عليكم. مع السلامه يا عبد الله. خلاص بقى ما تنكديش على نفسك، شوفي الاول وبعدين بيقولي لا. ما حدش بيتجوز بالعافيه. انا قلت لا كتير، بس شكله المره دي داخل دماغه. وبعدين ده جارنا وعماله بقى في الريحه والجايه تقولي اكيد في واحد تاني عشان كده رافضه الجواز. خلاص شوفيه، ولو عجبك عليكي عليا اعمل لك عمليه ارجعك بنت بنوت، ولا من شاف ولا من دب. بقولك ايه، او قولي لها ان انت في واحد عجبك او انت عاجباه وهاجي يتقدم لك قريب. وده هجيبه منين ده يا اختي؟ يا ستي بسيطه، ساعتها لما نتصرف. خلاص بقى سيبيها على ربنا، وهو لو عجبك ولا اها موجوده تتصرف زي ما قالت لك، لو ما عجبكيش هنشوف مليون طريقه هنخلصك منه. بقول لكم انا هعدي على امي الاول قبل ما اعدي اروح الجامعه. ماشي خديني بقى معاكي هتمشى. هتيجي معانا يا ولاء؟ لا انا هروح اشوف امي وخالتي. تعالي معايا بقى. طيب ماشي. سلام سلام سلام. افرضي جوزك بقى تحبي النكد زي عينيكي. يا عبد التواب انت هتفضل تكتب لي اسامي الناس كده طول ما احنا ماشيين؟ ايوه ما انا لازم احفظهم. تحفظ ايه يا عبد التواب؟ انا هديك لسته مطبوعه فيها ارقام الناس وارقام فيلالهم. عمر الليسته ما تعمل اي حاجه، لا فيها كل الاسماء ولا فيها كل الارقام. ليه يا عبد التواب؟ فيها كل حاجه يا عبد التواب وهديها لك. ومع ذلك يا سيدي انت ايه جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل امن ولا جاي تشتغل في الغياب؟ انا جاي اشتغل امن، لازم يبقى معايا كل الاسماء كل الارقام. طب بص يا سيدي، اللي على يمينك دي ايمان شغاله في اتليه مدام ميرا. ايوه. اللي جنبها بقى دي ولاء شغاله ممرضه عند رشيد باشا. تمام. كتبت؟ تمام. وريني كده؟ اتفضل. يا زي الفل. انسى بقى كل اللي احنا عملناه ده عشان انت مش هتكمل معانا شكلك هنا. انا حفظت كل اللي اترمى. بدايه غير مبشره. صباح الخير يا بنات. صباح الفل، ازيك يا عادل؟ بخير الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا ايمان. الله يسلمك. معلش انا اسف، اجازتي كانت امبارح وما اعرفش اللي حصل لك. لا ولا يهمك. طب ما تركبوا اوصلكم. لا احنا مش مروحين، احنا رايحين ناخد الاتوبيس من على الموقف، ولو ما لقيناهوش بقى هنبقى نطلع على البواب. مش مهم، اركبوا اوصلكم برضه. طب ماشي يلا اركبي. هو انا شفتك فين قبل كده؟ لا ده لسه جديد، اسمه عبد التواب ولسه معانا في الامن جديد. لا انا متاكده اني شفتك. انا مش من القاهره اساسا، انا جيت القاهره هنا عشان وظيفه الامن الجديده. ما يمكن بيتهيألك يا ايمان. الله، وبعدين احنا ما عندناش وقت، هنلحق الباص يلا يا حضرتك. لا بقى انا متاكده اني شفتك، انت كنت في القسم النهارده الصبح.